للحديث أكثر عن معاناة النازحين في العراق مع إجبار النازحين للعودة إلى مدنهم رغم عدم إتمام إعادة الإعمار، تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. بداية مرحبا بك دكتورة فاطمة العاني، يعني ما بين الإخلاء القسري للمخيمات والمنع الأمني للنازحين من العودة إلى مدنهم بافتعال المعوقات في ظل التقارير المتوالية، لا سيما التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش، يعني كيف وصلت الأوضاع في ملف النازحين في ظل هذه المعوقات، في ظل هذا الإخلاء للمخيمات؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهدكم الكرام. يعني كما هو واضح للجميع، يعني أصبح النازحون كأنهم من بلد آخر، ليسوا عراقيين. طبعا لا زالت وصمة الانتماء إلى داعش تلاحق الكثير من النازحين، ولذلك فهم لم يستطيعوا الحصول على أوراق ثبوتية، لا يستطيعون الحصول على تعويضات، مناطقهم لا زالت مدمرة، لا توجد لديهم منازل تأويهم، لا زالت هناك الكثير من العوائل خرجت من مخيمات النزوح وبنت خيم أمام منازلها المدمرة. أبسط الخدمات لا يستطيعون الحصول عليها، خدمات الأساسية مثل الماء النظيف أو الخدمات الصحية لمعالجة الأطفال خاصة والضعفاء والمسنين، إضافة إلى ذلك الأوراق الثبوتية التي لا يستطيعون الحصول عليها منعت الكثير من الأطفال من الالتحاق بالتعليم، منعت الكثير من النساء التي فقدت المعيل والأسر التي فقدت المعيل الوحيد لها من الحصول على المساعدات التي تقدمها الدولة من الضمان الاجتماعي وغيرها. إضافة إلى ذلك فإن حتى فرص العمل، لا توجد فرص عمل حقيقية، حتى الحقول لا يستطيعون زراعتها لأنه لا توجد هناك يعني ما يوفر لهم لأجل أن يمارسوا أعمالهم. أولادهم مفقودين، لا يستطيعون الوصول إليهم، حتى المقابر الجماعية التي يتوقعون أن يجدوا فيها رفات أبنائهم لا يستطيعون الوصول إليها. يعني المأساة في الحقيقة مأساة كبيرة. نعم، إغلاق المخيمات على هذا النحو، إجبار النازحين على العودة إلى مدنهم قسرا رغم كل هذه المعوقات، كيف ينظر القانون الدولي إليها؟ يعني العودة القسرية هي تشبه تماما التهجير القسري، هي في القانون الدولي هي جريمة حرب، لأنه تعريض لحياة هؤلاء النازحين إلى الخطر، خاصة وأن هذه المناطق لا زالت يعني في حالة أمنية ضعيفة للغاية، المنازل مدمرة، الأنقاض في كل مكان، لا زالت العبوات الناسفة التي لم ترفع، حتى الجثث لا تزال الجثث تظهر بين يوم وآخر في بعض المناطق يتم اكتشافها مدفونة تحت الأنقاض. المناطق يعني موبوءة بالأمراض، والآن يعني نرى كيف أن بدأت يعني بعد مرض كورونا الآن انفلاوزة الطيور عادت مرة ثانية إلى الظهور. يعني هذه العودة القسرية هي فيها بالحقيقة إبادة، يعني هي تعتبر في القانون الدولي إبادة، لأن تعريض حياة مجموعة من الناس إلى الخطر هذا يعني محاولة لإبادتهم وارتكاب جريمة ضد الإنسانية. نعم، من يحاسب هؤلاء الذين يجبرون النازحين على العودة إلى مدنهم رغم كل هذه الأخطار؟ يعني في الحقيقة الذي يحاسبهم هو الحكومة، ولكن في العراق الذي يحدث أن هي الحكومة هي التي تصدر الأوامر وهي التي تنفذها، أو الجهات المسؤولة والمحلية في المناطق، في بعض المناطق كما حدث مؤخرا في محافظة الأنبار التي قامت بتهجير عوائل بجرف الصخر إلى مناطقهم دون أي مبرر ودون أي تفكير ودون أي دراسة إلى أين تريد أن تذهب بهم، أين سوف يكون مكان ترحالهم القادم. يعني الجهة التي يجب أن تحاسب نفسها هي الحكومة نفسها، يجب أولا أن تحاسب نفسها وأن تستطيع أن تضع خطط مدروسة تضمن بها حياة المواطن، ولكن بالحقيقة مع من تتكلم يعني لا يمكن طبعا في الحقيقة في هذه الحالة أن يقوم إلا المواطن بمحاسبة الحكومة.
نعم. طيب دكتورة، هذا المشروع يراه الكثير من المحللين أنه مشروع ضخم، مشروع كبير، يسمى مشروع التغيير الديموغرافي في العراق، إن كانت الحكومة مثلا مرشحة من قبل الأحزاب، هل هذا الأمر يعني بالتالي استمرار هذا المشروع واستمرار معاناة النازحين وملف النازحين معلقا بهذا الشكل؟ بالتأكيد، يعني هو هذا المشروع ليست له علاقة باسم معين يأتي على رأس السلطة، هو مشروع، والذي يأتي على رأس السلطة يجب أن يستمر. هذا منهج ثابت منذ بداية الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، وهذا المشروع المدمر للعراق جاري على قدم وساق. عمليات التهجير مستمرة، بين فترة وأخرى تحدث عمليات نزوح كبيرة بمختلف الأسباب ومختلف الذراع، سواء عمليات عسكرية أو الإرهاب أو غيرها أو غيرها أو غيرها. أناس ممنوعون من العودة إلى منازلهم في مناطق معينة، مثل ما حدث في جرف الصخر أو مناطق في صلاح الدين أو في مناطق في الموصل. يعني المخيمات لا تبعد سوى كيلومترات قليلة عن مناطق ومنازلهم الأصلية، لا يستطيعون العودة إليها. لماذا؟ لأن هناك سلطة تحكمها الميليشيات، التي هي تأتي بمن تريد وقتما تريد، والذي يأتي على رأس السلطة لابد أن يسير على النهج الذي يعني ترسمه له الميليشيات، طبعا كلمة معروفة، الميليشيات الولائية لإيران. دكتورة نعم. فاطمة، هذه الإجراءات تصاحبها تهديدات مستمرة من قبل الميليشيات للأهالي، أهالي هذه المناطق هنا، يعني هل ثمة دور للأمم المتحدة مثلا، للمنظمات الدولية التابعة لها، لوضع حد، وضع حلول لهذا الأمر أم لا حلول؟ يعني بالتأكيد لا يوجد شيء، لا يوجد له أي حلول. لو كانت هناك إرادة، سواء بالتدخل الدولي أو سواء عن طريق الأمم المتحدة أو عن طريق الاتحاد الأوروبي، عن طريق مجلس الأمن، كل هؤلاء يستطيعون أن يقوموا بأدوار. لو كانت في الحقيقة لديهم يعني تطبيق حقيقي لمبادئ، حتى مبادئ الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها، ولكن مع الأسف الشديد لحد الآن لم نرى من هذه المنظمات أي يعني تقدم من أجل أن يعني نشعر أن هذه المنظمات لا تكيل بمكيالين. هذه المنظمات تسير مع لحد الآن الأمم المتحدة لا تبحث إلا عن مصالح القوي، تقف مع العمليات العسكرية ضد الإرهاب، ولا تفكر بالنازحين الذين لم يعودوا إلى ديارهم بصورة آمنة، أو لا زالوا لحد الآن مشردين في المخيمات. لا تقدم أي أسلوب يعني تستطيع من خلاله أن تضغط على العراق من أجل أن يستجيب وأن يحسن حالة حقوق الإنسان، مع العلم أن لديها الكثير من الوسائل وطالبها العديد من المنظمات من خلال توثيق ما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد العراقي من أجل التدخل، ولكن لحد الآن يعني لم نلحظ أي تقدم في هذا الملف. ولكن مع هذا لا يعني أن لا نستمر بهذه الجهود وأن يعني نستسلم لليأس، بل على العكس يجب أن تستمر المطالبة، مع العلم أن هناك لابد أن يعني نركز أن في العراق اللي بيد العراقيين هو الحل الأساسي، وبيدهم يستطيعوا أن يغيروا كل ما يحدث في العراق بصورة جذرية. نعم. عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لك.